كتير جدا جدا بيكسب برضو بالحكم الاجنبي. الاهلي انت برضو معظم التواريخ والحاجات دي انت ادرى مني فيها. الاهلي معظم يعني الماتشات اللي فاتت الزمالك فاز على الاهلي في الدوري لاول مره من 12 سنه بحكم مصري، يعني الزمالك يحتاج لحكم مصري عشان يفوز على الاهلي يعني. لكن اللي عايز اقوله ان فعلا الماتش الجاي فعلا انا متحمس ليه ومتفائل، وعايز اصلا اهداف من الفرقتين. يعني انا عايز اشوف ماتش حلو، واتوقع ان هو يكون فعلا اهداف الفرقتين، وطبعا هتمنى ان احنا نكسب وهيفي سكور ان شاء الله. نعم، متوقع الماتش ده ازاي؟ اللي هو يكون حماسي، الفرقتين مش خايفين من بعض، محترمين بعض، وعايزين كل فريق عايز يثبت ان هو لا انا احق بالدوري وانا اقرب ليه. الفريق يعني الزمالك دلوقتي يتفوق نسبيا هجوميا، طبعا رقميا افضل من الاهلي، لكن في نفس الوقت الاهلي رقميا افضل دفاعيا من الزمالك، ففي توازن. التوازن ده هنشوف بيه ماتش حلو، الفرقتين ما مش خايفين من بعض، ويعني المدرب الزمالك اصلا هجوم اسلوبه هجومي، اسلوبه هجومي اكتر، وحتى مش متحفظ قد كده، يعني هو راجل بيحب يهاجم قد كده اكتر من انه يدافع. فده هنشوف، ما نشوفش الزمالك قبل كده كتير. يعني الزمالك دايما بيحب ان هو يعني يستقبل اللعب اكتر ما هو اللي ياخد المبادره، هو اللي يهاجم. فاحنا المره دي هيكون في مع اسلوب المدرب، مع اسلوب الاهلي التاريخي اللي هو طول عمره هو اللي عنده المبادره، هو اللي بيروح، هو اللي بيهاجم. فهنشوف ماتش حلو ان شاء الله، من الفريقين اللي هنتوقع ان شاء الله بالمكسب الاهلي ان شاء الله. هو الحكم اعتذر ليه؟ اسمه ايه الحكم يا حمد؟ فينا تقول لي الاسم فوق. رفشان ايرماتوف. شفت الحمد لله فارس. لا يا رفشان. ده انت قلت لي حكم، الحكم الاوزباكي حكم ممتاز جدا، وانا كنت بفضل يعني احنا لو كان الحكم ده كان هيضيف جدا، لانه حكم ممتاز عنده ثبات انفعالي. طب ليه اعتذر؟ انت عندك فكره؟ لا ما فيش اسباب معلنه، ولكن نتمنى ان الحكم اللي يجي يكون على نفس المستوى. طالما انت بدات في اخبار ان الحكم ده كان فيه مفاوضات، واحنا سمعنا ان كان فيه مفاوضات فعليه ان هو وكان قرب جدا، لازم الحكم اللي يجي يكون على نفس المستوى. اكيد الاتحاد هيسعى ان هو يجيب حكم يعني يليق بمباراه كبيره جدا. مظبوط، كان مباراه الاهلي والزمالك مش عايز فيها اي مشكله او اي خطا تحكيمي حتى. طبعا هو اخطاء وارده، بص بقى الحكم واخطاء تحكيميه يعني مش عايزين ندخل في القصه دي خالص. لو فاول بيعمل زي حاجه غريبه الاهلي او الزمالك مش مستحمله المباراه. لا طبعا، لان كل فريق هيستنى ان هو لا لو خسرت دي مباراه مؤثره، فلو خسرت هتعلق شماعه بالتحكيم، فاحنا مش عايزين اي شماعات الماتش ده ان شاء الله. يعني كان دايما كانوا مدربينا في ام بي كانوا ناس عظيمه قوي بصراحه، الله يرحمهم احسن اليوم، كنا دايما نشتكي احنا كام بي بقى، بص في الزمالك بيعملوا فينا الحكام كلها ناحيه الزمالك، بص في الاهلي الحكام كلها جايه علينا عشان بنلعب الاهلي. فدايما عنده مقوله شهيره جدا كان يقول لنا، نسكت على طول، انتوا جبتوا جوان والحكم لغاها. اصل يا كابتن، كنت اقول له اصل يا كابتن ما هو بيكتفونا في الماتش، بيأيدونا، ما احنا مش عارفين اساسا، انتوا جبتوا جوان والحكم لغاها، فنقول له لا فنسوا. يعني بمناسبه ام بي بس كده، بمناسبه ماتش ام بي، ما هو برده اللي هو يعني الاهلي متهم بالمجامله التحكيم له، ما هو الماتش ام بي الاهلي وام بي، الاهلي كان يكفيه التعادل حتى ياخد الدوري، والاهلي كان تمرير الحكم ما هي ما ساعدش الاهلي في الماتش ده، وانا كنت موجود فيه في ام بي يعني. فهو اللي يعني الحكام برده الاتهام الحكام بمجامله الاهلي مش موجود، ولله في الماتش ده كان الاهلي لو بتعادل بس اي بلانتي اي حاجه خلي الاهلي ياخد الدوري. كان في التحامات في ال 18 كان ممكن، لو في واحده لابراهيم سعيد ممكن فيها التحام، لو انت عايز تجامل الاهلي كنت ممكن تجامل حاجه زي كده. الاهلي فعلا بس يا كابتن، اولا انا سعيد جدا بالجمله اللي حضرتك قلتها، عقليه كابتن طه بصري كانت نموذجيه للامانه. يعني احنا لما كنا بنتكلم فكره الزمالك تعرض لاخطاء تحكيميه بس الاهلي ما تعرضش في القمه، كنا بنناقش فكره ان احنا نتكلم في فكره الاخطاء التحكيميه اللي تعرض لها الاهلي، وجبنا ماتيريال كبير جدا، يعني اشتغلنا على ماتيريال كبير جدا وقيشه، يعني احنا تعبنا في الماتيريال ده وكنا عايزين نطلع. بس احنا فكرنا في حاجه مهمه جدا كمان، يعني انت بتستنزف فريقك بالتفكير ده جدا، وبتجر فريقك لمعركه مش بتاعتك. في النهايه انا هبين اخطاء تحكيميه وانت واسهل حاجه انت هتنزل لعيب في الملعب مهزوم نفسيا مسبقا. انا في اخطاء كده، انا في تربص بيا، اللعيب لازم يبقى مركز، هو انا مفيش احكام مسبقه ان انا هتظلم تحكيميا، ده بياخد من اللعيب جدا. هو اكتر حاجه فاتكوا بيها ان هو اتكلم معاكوا بالعقليه دي، انت لو ركزت هو اداك اساسا المبرر ان هتيجي تقول له يا كابتن انا كنت وحش، ما انا كنت متكتف في الملعب، مفيش حاجه اسمها متكتف في الملعب. على كل الكلام، فانا بحييه يعني، كان شخصيه عظيمه جدا بجد والله، افتقدناه نموذج للزملكاوي الرزين. حاجه قمه في الادب والاحترام، طبعا كل حاجه بصراحه اتعلمنا منه حاجات كتير جدا. طبعا الكابتن طه بصري عندك احسن